أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم زينة. اليوم بنجرب اللي هو سكر التمر. شايفين؟ شيء مفيد، هذا شيء واحد. الشيء الثاني طبيعي 100%. بنجربه مع طبختنا، بتكون بسيطة سهلة، اللي هي الشو. ما عاد أشوفكم، بس بتشوفونا كيف بسيطة، وأكيد أنكم بتسوونها 100%. هو شيء ببدأ فيه، عندي هنا الحليب بنزله مع المويه، سخنوا مع بعض. اول شيء بحتاجه هنا عندي السكر والملح، نزلهم كلهم مع بعض، والزبده. شايفين؟ طبعا هذه البروسيس الاولى عشان تصلح الشو. بنزل الدقيق عندي هنا وابدأ كذا اشغلها، ونزل عليها اللي هو الحليب او الخلطة كاملة. طلعت معي بالقوام هذا، فاذا بدأت تطلع معي القوام هذا خلاص على طول ابدا انزل عليه اللي هو البيض، حبات البيض كامله. شايفين؟ انزلها وابدا اخذها. خلاص كذا الان اخر نقطه اللي بسويها، اللي هو بضيف عليه اللي هو سكر التمر. بس كذا يطلع طعمه نكهة جميلة، متأكد. كذا جاهز عندي، وهذا القوام المطلوب. خلاص الحين بالكاسترد اللي هو بالتمر، أول شيء بنسوي الكاسترد. عندي الحليب زين هنا، أضيف عليه هنا السكر، وعليه صفار البيض. شايفين؟ حاول تخلط على طول عشان ما يتكتل عندك له البيض. بعد ما تخلط، شايفين ما تكتل وطلع مضبوط معنا، ننزل عليه اللي هو الكاسترد ونبدأ نخلط عليه. هذا كاسترد عندي، ننزل الحليب عليه على طول، بعد اكمل خلاص. حرك شوي ورجع مره ثانيه القدر عشان اطبخ. طبعا عشان نطلع طعم الكاسترد جميل، ننزل عليه السيرب، ما يكثر بس شيء بسيط، ونبدا نحرك مره ثانيه عشان ما يمسك تحت. شوف هذا معجون التمر، نقول بسم الله وننزل على طول عندنا هنا وفوقه اللي هو الكاستر. وبديت احوس كلهم فوق بعض، نبدأ بالمكسر نخلطهم مع بعض. نبدأ ننزل الشو بالطريقة هذه، وبعدها بالموية كذا، أفضل طريقة. نبدأ ننزل نكهة بستاشيو كذا عليها من فوق،
السكر ندخلها الفرن. شوف عندي هنا الالمند كيوبس الحين باخذها على طول كذا وعلى طول اوديها على الفرن عشان نحمصها يطلع طعمها حلو لان هي بتصير حشو. اهم شيء ان طلعنا الشو شايفين بدون سكر، استخدمنا اللي هو بديل السكر اللي صورته لكم. شوف كيف طلعت ما شاء الله شايفين. خلاص الحين نبدا بالحشوات. شوف نزلت اللي هو الكاسترد، كاسترد بالتمر، ونزل فوق اللي هو الالمند كيوبس عشان يعطينا خشخشه في الحلة نفسها. تغطيه كامله، بعدين فوقه اللي هو الكراميل الطريقه هذه. فوق الكراميل نزل الكريمه. طبعا كلكم شفتوا استخدمنا اللي هو سكر التمر، صدقا ما شاء الله تبارك الله جميل. اول شيء يغنيك على السكر العادي، يغنيك عن السكر العادي، هذا شيء واحد. شيء ثاني انه سايل، يعني في طبخاتك ما راح يخرب عليك اي قوام طبخه، انه مو سكر بودرة زين. والشيء الثالث والجميل فيه انه 50% اقل سعرات حراريه من السكر العادي، وتقدر تستخدمه مثلا مع الشاهي، تقدر تستخدمه مع قهوة، تقدر تستخدمه مع كل شيء. وهو عبارة عن سيروب شايفين؟ واستخدمته معكم. صراحة مرة مرة مفيد. شوف كيف طلعت معنا شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله جميلة. بسم الله أول شيء نشيل هذه نقصها معكم عشان تشوفونها من جوا. شوف كيف طالع، ودي اكلها الحين شايفين. شوف بضغطها عشان تشوفون الحشوة من جوا.